ازاي تكوني جاهزة في رمضان لجوزك. طبعا قبل ما اقولك ازاي تكوني جاهزة، معلش يا جماعة ادوني بس مساحتي في الكلام في الموضوع ده شوية صغيرين، وان انا عايزة اقول لكم حاجة بس عشان في بنات كتير قوي وفي ست كتير قوي فاهمين الموضوع ده غلط قوي، وفاهمين انه في رمضان انه مش لازم يحصل علاقة ما بيني وما بين جوزي، وان احنا في رمضان ما حبكتش في رمضان، يعني ايه يعني لو سابني لحد بعد رمضان وفي العيد والكلام ده كله. انا عايزه اقولك على حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى اصلا عشان كلامك ده اللي هيتقال ده نزل لك ايه في القران. فالايه في القران دي انا هسيبها لكم هنا. الايه دي ربنا سبحانه وتعالى حلل فيها الجماع ما بين الزوج وزوجته بعد المغرب، من المغرب للفجر، من قبل يعني قبل الفجر على طول. فانت عندك تقريبا يوم على يومك متاح ليكي فيه انت وزوجك ان انتوا تقيموا علاقة شرعية محببة الى الله سبحانه وتعالى، وهتجزي بها جزاء حسن. وانا مش هكلمكم في الدين اكتر من كده، انتوا ناس فاهمة وعارفة وعقلين، وفي ناس تتكلم في الدين عني اقصد احسن من كده. فعلشان ما تجيش مرة زوجك يطلبك فانت لا والله اصلي مش هينفع، لا والله اصلي مش عارف ايه، لا والله اصل ما لحقتش اجهز نفسي. يعني يا جماعه خلوا بالكم ان دوت بيغضب ربنا سبحانه وتعالى عليكي. فكل اللي انت بتعمليه في رمضان من صلاه وصيام وقيام ودعاء وكل الكلام ده ممكن اصلا يروح على جنب، وان جوزك ينام غضبان عليكي او زعلان منك ان انت ما اديتيلوش حقه في الحته دي، فان ربنا سبحانه وتعالى بقى هيحاسبك على كده. فانت خدي دي صلاتك ونصكك على جنب، وجوزك برضو له وقته وله يعني وله حقه وله كل ما هو يطلبه منك، فهو واجب شرعا لو سمحت. فيلا بينا اقول لك ازاي تبداي تجهزي لجوزك. بس انا طولت عليكم في الموضوع ده معلش، عشان انا بشوف نماذج كتير جدا بيقولوا الكلام ده وببقى مش مصدقه انه لسه في ناس بتفكر بالطريقه دي بعد كل التقدم اللي احنا فيه. تقدمنا في العلم وفي التكنولوجيا، ولكن احنا في الدين تقريبا واقفين زي ما احنا، محدش فينا تقدم ومحدش بينا بيقرا في الصلاه غير سوره الاخلاص بس. بعدين هنتكلم في موضوع في قناه تانية، انا بس تعالوا بينا نجهز يلا، وتعالوا بينا اقول لك ازاي تقدري تجهزي في 10 دقائق بس وانت جوه التواليت، والشنطه دي لو بقيت معاكي صدقيني جوزك مش هيطلع عليكي ابدا. يلا بينا. داخله بتاخدي شاور اليوم ده، انت لازم تجهزي نفسك من جواكي قبل ما يعني يطلب منك. هو بيلمح، هو كده كده الزوج بيعرف يلمح وانت بتعرفي تفهمي منه، ده طبيعي جدا. وانا مش هتكلم عن التلميحات دي دلوقتي، انا هتكلم ازاي تجهزي له. فهنخش ناخد شاور وناخد معانا الشنطه دي. الشنطه دي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها اهم حاجه، بس هي مش موجوده دلوقتي في الشنطه دي، بس لازم تكون عندك، وهي مكنه ازاله الشعر. طق طق تحت الدش كده، ومع بلسم او حمام كريم على جسمك كله، وطق طق طق خلصي كل الدنيا اللي ممكن يكون فيها شعر زائد. مش هياخد منك دقيقتين صدقيني جوه التويليت، مش هياخد منك دقيقتين ابدا. تمام. حاجه حلوه قوي، وحاجه بجد هتديكي كده استرخاء كده وانت عايش، وتحسسك ان انت تمام قوي، وهي زيت جونسون باللافندر. اصلا اللافندر معروف عنه ان هو بيهدي جدا الاعصاب، وان انت تعمليه للبيبي عشان ينام او قبل وقت النوم عشان يهدي اعصابه. انت كمان لو حطيتيه على جسمك وشمتيه كده وحاولتي ان انت تخشي في المود، هتخشي في المود وهتنسي تعب اليوم كله وتعب ومشقه الصيام اللي انت بتبقي فاتها وكل الحاجات وجري ورا الاولاد وكل الكلام ده. فلو عندك زيت جونسون عادي حطي، زيت لافندر عادي حطي، اي حاجه تمام. طيب حاجتين برضو مهمين جدا 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 بالنسبه لي وعايزه اعرفك عليهم، هو ترطيب الجسم بمرطب عادي لو انت تعبانه وعندك حساسيه في جسمك او نفسك مش حاسه ان انت هتقدري تشمي حاجات كتير. فحطي اللي هو بيكون من غير ريحه، وده جلسوليد، ده لوشن مش ملوش ريحه خالص وريحته عاديه جدا جدا، ومش هيأذيكي بالعكس هيرطب لك جسمك ومش هيحسسك ان انت مش مقزه، خاصه لو هتحطي عطور تانية. تمام. انا دخلت الشنطه دي. طيب ايه ده بقى؟ ده معطر وده لوشن، اقصد لا مش معطر، ده لوشن للجسم بس بريحه برفيوم، وبرده بيبقى حلو جدا. ممكن تجيبي بقى من فيكتوريا سيكريت، من ايفون، اوريفلام، من اي ماركه موجوده عندك، حتى لو من ماي وي عادي جدا مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان انت تعطري جدا جسمك بالمرطبات اكتر ما تحطي سبراي او بودي ميست او برفيوم. تمام. في كريم خطير قوي قوي عايزه اكلمكم عنه، وده هكلمكم عنه كتير جدا برضو في فيديوهات قبل العيد، وهو الكريم اللي بيبقى فيه جليتر
او بيبقى فيه شيمر كده بيخلي شكل الجسم حلو جدا جدا، وفي لمعه وحيويه كده. حاسه لو انت حاسه ان جسمك مطفي او تعبانه او الصيام مش يعني مأثر على جلدك وانت ما بتشربيش ميه كويس وكل الكلام ده، فبصوا بقى بصوا الفرق، بصوا بيدي لمعه ازاي، فهتبقي بتلمعي يعني انت. هو عايز ايه اكتر من كده؟ هيشوف اللي في البيت زي اللي بيشوف في التلفزيون واكتر يعني، واكتر ليه؟ لانه حلاله. ف ايه يعني بيشوف اللي في حلاله؟ دي حاجه مفروغ منها. عايزه اكلمكم عن حاجه انا مش دايما بشجعها بس اوقات بنحتاج لها. ايه هي؟ وهو الكريم ده. الكريم ده من مايه سينما. الكريم ده من مايه سينما. الكريم ده يا جماعه هو وايتنج، يعني بيفتح الجسم وقتي، بيفتحوا وقتي دلوقتي. يعني انت مثلا لو ركبتك غامقه، لو عندك مشكله في كوعك ومتضايقه ومش هينفع ابدا تظهري كده وحاسه باحراج ايا كان، انت عروسه جديده ولا لا، بس انا حطيت كميه كبيره كالعاده، هو بيوع منه كميه كبيره قوي اصلا. فانت بتحطيه على المكان، تمام، تكوني الاول مرطبه كويس وتحطيه بقى على المكان اللي انت عايزه تخليه لونه فاتح علشان ما تحسيش باحراج. شايفين الفرق ما بين الايد دي والايد دي؟ شايفين الفرق اصلا عامل ازاي؟ ركبتك بقى، القوعين، اي منطقه غامقه حاسه ان انت هتحسي باحراج قوي او عايزه تعملي جو جديد، فحلو جدا. بس الجو الحاجات الجديده دي ملهاش وقت في رمضان، يعني احنا هنتكلم عنها ان شاء الله بعد رمضان او في العيد بقى لما ان شاء الله ايه يخش العيد ونعرف نعمل اللي احنا عايزينه من غير تقيدات في اليوم. اهم من ريحه جسمك ريحه منطقتين مهمين. اول منطقه هي الفم. معطر الفم من افضل واهم الحاجات اللي لازم تفكري فيها قبل ما تشتري برفان. يعني قبل ما تروحي تشتري برفان اشتري معطر الفم، وارخص معطر الفم من ماي واي، ارخص معطر الفم انا كنت جايباه ب10 جنيه. بصراحه مش عارفه دلوقتي ممكن يكون ب15 ب20 مش عارفه، بس هو حلو قوي بالنعناع، في منه بالقرنفل خطير على طول، بختين انت عايش يعني من ريحتك كده وريحه نفسك حلوه، كل ما هيقرب منك وهيثق في الكلام معاكي. وكمان موضوع مش موضوع علاقه بس، لا موضوع بقى حياه مستمره على طول، يعني مش موضوع علاقه بس. طيب يا ساره، هينفع احط اللوشن مكان، او مثلا المعتر اللي هو اللوشن المعتر ده مكان الديودرانت في الحاله دي؟ ممكن جدا، وانا اوقات جدا اوقات كتيره جدا بستغنى عن الديودرانت بعد الشاور طالما عارفه ان في علاقه هتتم. بستغنى عن اللي هو المزيل العرق، بستغنى عنه تماما وبحط مكانه لوشن للجسم. كده كده انا هاخد شاور تاني، وكده كده ممكن بقى في الشاور الاخير بحط بقى احط مزيل العرق عادي. لكن ايه طالما هاخد شاور تاني لا خلاص ابقى احط بقى ايه اللوشن. حلو جدا جدا، وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه وترطيب حلو وتغيير، وما اضغطش على جلدي او اديله حاجات اكتر من اللازم. تمام تمام. ايه بقى الحاجه المهمه اللي عايزه اكلمكم عنها تاني؟ هم حاجتين بصراحه مش حاجه واحده. اول حاجه ده خلاص الشنطه دي خلاص كده. اول حاجه المعتر المرطب بتاع الشفايف مهم جدا، تكون شفايفك شكلها مترطب، لان احنا في الصيام دايما بنعمل الحركه دي دايما لا اراديا. انت لا تلاقي نفسك قاعده بتعمليها لا اراديا، طب انا عشان يعني ما اعملهاش وعشان مثلا اعملها عادي براحتي بس ما يبقاش شفايفي شكلها او كده، احط بقى ايه المرطب ده. خطير اي نوع مرطب شفايف عندك، مش بقتصر عليه كده بس. طيب الخطوه اللي بعد كده واهم حاجه البرفان. البرفان او البرفيوم احطه ازاي؟ احطه على جلدي مباشره هيعمل لي تحسس وهيخرب عليك الليله، خلي المنطقه متحسسه او اي منطقه انت حاطه فيها بقى سواء هنا 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 اي حته. ففي تركيه، التركيه اللوشن بتاعك ماشي وتحطيه على المكان وتدهنيه خلاص، تروحي مديه كده ايه رشه واحده. تمام. لو حتى وهتحطي على الجسم من بعيد قوي، لو هتحطي على هدومه ده الافضل، انت قبل ما تخشي تاخدي شاور تجهزي اللانجر بتاعك او تجهزي الحاجه هتلبسيها وتعطريها بالبرفيوم وتسيبيها. العطور اللي موجود في الملابس هينتقل لجسمك بشكل يعني غير مباشر، فهياخدوا من ريحه بعض، فالدنيا هتبقى احلى اكتر ومش هيبقى فيه روايح كتير، وفي نفس الوقت مش هتتحسسي وتحسي انك عايزه تهرشي بسبب الكحول اللي موجود جوه البرفيوم. والله يا بنات انا بقول لكم كل النصايح دي وانا مجرباها، بقول لكم كل النصايح دي وانا حرفيا يعني انا بنفذ كل الحاجات دي، وفي حاجات بزودها وفي حاجات بشوف بجربها هل هتنفع ولا لا، هل هتفيدني في الوقت ده ولا لا. ودايما بحب افيدكم ودايما بحب اديكم كل حاجه او الخلاصه تجربتي في كل حاجه.
فانتظروا ان شاء الله فيديوهات جايه عن العرايس وعن الحنه وعن حمام المغربي. العرايس ان شاء الله اللي هتتجوز في العيد ربنا يتمم لكم على الف خير، وكل المتجوزين بقى لهم كتير اكنك متجوزه امبارح، عيشي حياتك وعيشي يومك وعيشي الدنيا كلها بشكل طبيعي جدا مع جوزك. ما تحرميهوش منك وما تتحرميش منه علشان ما تاخديش ذنب، عشان انا بزعل قوي 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 على الناس اللي بتاخد ذنب بسبب موضوع زي كده. يعني انت عارفين لما يكون ربنا محلل لكم حاجه وانتم بتحرموها على نفسكم، ولما يكون ربنا محرم عليكم حاجه وانتم بتحللوها على نفسكم، دي حاجه بتزعل قوي. فده اللي انا اتعلمت منه، مش عايزاكم انتم كمان يعني تاخدوا الموضوع كده. ويا رب الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبك الفيديو تحطي لايك تحت الفيديو من فضلك، وتحطي اشتراك في القناه عشان تتابعي كل الفيديوهات بدون ما تدوري عليا، تلاقيني على طول موجوده كده. وكمان تحطي لايك لصفحه الفيسبوك لو بتشوفوني هناك. واشوفكم على خير، مع السلامه.